السوسة نستي السوسة نست المسيح قام بالحقيقة قام. نشكر إلهنا الصالح الذي أعطانا أن نأتي إلى هذه الساعة المقدسة ونجتمع جميعا الأباء الأحباء الأباء المطارنة والأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بالاشتراك مع الأباء الكهنة والأباء الرهبان والشمامسة وكل الشعب في هذه المناسبة ونحن في أسبوع حلول الروح القدس الذي ينتهي الأحد القادم إذا أراد ربنا وعشنا. وفي هذا الأسبوع اخترنا أن تكون إقامة الأباء الجدد في رتبة ودرجة الأسقفية حتى يتسنى للأباء المطارنة والأباء الأساقفة أن يحتفلوا مع إبرشيتهم وكنائسهم بعيد العنصرة. فنحن في الفترة ما بين عيد الصعود وما بين عيد العنصرة وهي فترة الانتظار لموعد الآب وحلول الروح، وهي كلها أيام مقدسة نفرح ونتعزى فيها كثيرا. في هذه العشية المباركة أيها الأحباء ننظر إلى حصاد الكنيسة الكثير الذي قال عنه السيد المسيح أن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. والفعل هم الذين يمتلؤون بروح الله ويعملون في كرمه لحساب ملكوته. فكل مسؤولية وكل درجة تمنح للخادم في كرم الرب إنما هي مسؤولية أكثر في الخدمة وفي التعب وفي المسؤولية أمام الله. فلا يوجد عندنا في مفهوم كنيستنا مفهوم الترقية، مش بالرأي، دي كلمة مش دقيقة. ما هيش الترقية بقدر ما هي إعطاء إمكانية أكثر للخدمة في مجال أوسع. يعني ممكن يكون خادم في مدارس أحد ونعمله أمين خدمة، دي مش ترقية، لكن ده هي مسؤولية أكبر. أو ممكن يكون خادم ويصير كاهنة، هذه مسؤولية أكبر. وهكذا في كل رتب الخدمة ودرجاتها. وعندما نرى كنيستنا في تقليدها القبطي الأرثوذكسي، الكيان الكنسي في أي خدمة يكتمل بوجود الأب الأسقف. فالكنيسة تشبه الهرم، له قاعدة وله قمة. القاعدة هي الشعب بكل مراحله، الأطفال والفتيان والشباب والرجال والنساء، ثم ينمو هذا الهرم فيصير له كاهنا، ومن مجموع الآباء الكهنة يصير لهم أسقفا. فالأسقف باعتبارها الدرجة العليا في الكنيسة هي اكتمال للكيان الكنسي. فإذا وجدت خدمة فيها عدة كنائس يخدم فيها عدة آباء أو عدد من الآباء ولم يصير لها أسقف بعد، إنما هذا الكيان ينتظر أن يكتمل. فعمل الأسقف في قمة الهرم الكنسي ليس هو بالسيادة أو السلطة ولكنه بالإبوة والمحبة وبالمسؤولية الأكبر والأخطر. ولذلك كنا نسمع في بدايات المسيحية وبدايات اختيار الرتب الكنسية من بين الآباء الرهبان من يهرب من الكهنوت
أو يهرب من الأسقفية بصفة عامة، لأن شعوره الداخلي وإحساسه بالانسحاق يجعله ويظن في نفسه أنه لا يتحمل هذه المسؤولية الكبيرة. نقرأ في التاريخ على أن القديس يوحنا ذهبي الفم وصديقه اختير لكيما يصير كاهنين، ولكن في آخر وقت انسحب القديس يوحنا فنال صديقه الكهنوت وأرسل يعاتبه. فبدأ القديس يوحنا يكتب كتابا كبيرا عن الكهنوت ويشرح فيه ويقدم أسباب وتبريرات لماذا وجد نفسه غير مستحق لهذه الرتبة الجليلة. إحساسه، وإن كان فيما بعد صار أسقفا فبطرياركا للقسطنطينية. المهم يا إخوتي الأحباء أننا عندما نحتفل بإقامة أحباء خدموا ويخدمون وكرسوا حياتهم من أجل كنيسة ربنا يسوع المسيح، إنما هو عمل نستكمل به الحصاد الكثير الذي يحتاج إلى فعله. وأود أن أشير إلى نقطة هامة، أن المتنيح قداسة البابا شنودة اختار منهم رهبانا وأرسلهم للخدمة في بلاد كثيرة، أرسل إلى فرنسا وإلى هولندا وإلى ألمانيا وإلى اليونان، بلاد كثيرة أنا مش بذكرها كلها، وخدم هؤلاء الآباء على قدر ما أعطاهم الله من طاقة ومن حب ومن أمانة. وربما السنوات الأخيرة في حياة أبينا المتنيح لم تسعفه أن يقيمهم ويستكمل بهم الشكل الكنسي في هذه الخدمات الكثيرة. عندما تقيم الكنيسة أسقفا إنما تكمل كيانا كنسيا لكيما ينطلق، لا ينطلق لوحده بل ينطلق مع الآباء الكهنة والشمامسة والخدام وكل الشعب، فيقود الجميع وينعم الجميع بهذه الوحدانية الجميلة التي تمجد اسم ربنا يسوع المسيح. ربما في مراحل الخدمة ما بين الخادم والمخدومين تحدث بعض المواقف الشخصية، ولكن يصير لزاما على الأب الأسقف أن يحتوي الجميع وأن يجتهد في احتواء الجميع، فهذه هي مسؤولية ومسؤوليته الأولى أنه يجتهد في احتواء الجميع. وربما لا يغمض له جفن إن وجد إنسانا في حالة زعل أو في حالة ابتعاد. والأسقف عندما تكلله الكنيسة بهذه الدرجة الجليلة إنما تضع على كاهله مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية في الزمان اللي بيعيش فيه وبيخدم فيه، ومسؤولية في المكان دائرة العمل، ولكن المسؤولية الأكبر أن يتخلى عن ذاته، يتخلى عن ذاته. فالذات يا إخوتي الأحباء كثيرا ما تحرم الإنسان من نصيبه السماوي، ولذلك الأسقف إن تحلى فيتحلى بهذه الفضيلة وهذا الجهاد الروحي أنه يتخلى عن ذاته،
أنه ينسحق من أجل رعيته ومن أجل قطيع سيده، ينسحق. وهذه نقطة أساسية جدا. وردت إلينا تزكيات كثيرة للأحباء الآباء، ووردت إلينا بعض الملاحظات، ولكن أنا واثق أن هذه الملاحظات يستطيع الآباء في خدمتهم الجديدة أنهم يفتحون صفحة جديدة في خدمتهم، وهذه الصفحة تضم كل الرعية وكل الشعب. فليس جيداً أن نخدم جزء ونترك جزء، وليس جيداً أن يكون هناك إنساناً بعيداً أو مش فاهم أو مش عارف أو مش راضي. بأي صفة من الصفات ده هي مسؤوليتي كأسقف أن أبحث عنه، أبحث عن الضال وأرده مهما كان ضلال هذا الإنسان، ولا أفقد الأمل أبداً. وأظن الكتاب المقدس في قصصه وأمثاله يشرح هذا الأمر باستفاضة. الآباء بنعمة المسيح الذين سنقوم بإقامتهم وسيامتهم ثلاث مجموعات. آباء أساقفة، ثلاثة آباء أساقفة هم أساقفة عموم سوف يتم تجلسهم في إبرشيتهم، وثلاثة آباء هم أساقفة يجلسون، وثلاثة آباء رهبان يقامون كأساقفة، اثنين منهم لأديرة والثالث لإبرشية، وخمسة آباء رهبان يقامون كأساقفة عموم. وهذا التوزيع هو خطوة لاستكمال عمل مهم في كنيستنا وتنظيم خدمة الكنيسة. في الأسبوعين اللي فاتوا كنت في النمسا وتقابلنا مع مجموعة من أو مع كل الآباء اللي بيخدموا في أوروبا، وتقابلنا مع عدد كبير من الآباء الكهنة والآباء الرهبان والخدام والخادمات، وجلسنا سوياً 4 أيام نتناقش كيف تكون خدمتنا مقبولة وفعالة أمام الله. وما يبقاش في واحد بيخدم لوحده، ما ينفعش. وإزاي نخدم خدمة فيها هذه الوحدانية، وإزاي أشعر أنا كخادم مهما تكون رتبتي مع الشعب اللي بخدمه أنني أنتمي إلى الكنيسة المقدسة، ونعمل جميعاً معاً. ولذلك أصرنا أن نبدأ في تكملة الإبرشيات في قارة أوروبا، ونرسل مجموعة من الآباء الرهبان المشهود لهم لكيما يكونوا أساقفة عموم يخدمون معنا ويتدربون في الخدمة إلى أن يحين بعد وقت ليس بطويل أن يكون لهم أماكن يجلسون فيها ويخدمون فيها في استقرار. فالأسقف العام هو فترة لسنوات قليلة أو كثيرة، لكن لكيما يتدرب في الخدمة وتصير له خدمة وتصير له خبرة. وده الفكر في الكنيسة. بنبدأ بالآباء الأساقفة العموم، بداية نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام الفرنسي في الإبرشية الفرنسية القبطية في فرنسا. الأسقف العام نيافة الأنبا أثناسيوس كان يخدم مع المتنيح المطران الأنبا مرقس.
والذي تنيح منذ 5 سنوات. نيافة الأنبا مرقس المتنيح والأسقف نيافة الأنبا أثناسيوس هم رهبان من دير أنبا بيشوي من سنة 1974، وأقامهم قداسة المتنيح البابا شنودة، وصاروا يخدمون. ثم منذ سنوات أقيم بروتوكول لما يسمى بالكنيسة القبطية الفرنسية، وهي التي تضم الفرنسيين الذين صاروا أقباطاً وصارت لهم خدمتهم كلها باللغة الفرنسية، ويعيشون في مناخ أو مناخ الثقافة الفرنسية. ويجتهد نيافة الأنبا أثناسيوس، فهو كأسقف عام نجلسه ليكون أسقفا لهذه الإبرشية في فرنسا. الأب الثاني نيافة الأنبا ديميان، أسقف عام في ألمانيا، دخل الدير سنة 91، دير الأنبا بيشوي في مصر، وصار أسقفا عاما سنة 95، يعني له 18 سنة أسقف عام في ألمانيا. ويخدم هناك ويتحدث الألمانية بطلاقة، وله علاقات طيبة في المجتمع الألماني ومع الألمان الذين يريدون أن يتعرفوا على كنيستنا. ألمانيا فيها حوالي 10 كنائس، وهذه الكنائس بعضها قريب من المنطقة التي يخدم فيها نيافة الأنبا ديميان، والبعض الآخر قريب من المنطقة التي يوجد بها دير القديس الأنبا أنطونيوس في كريفلباخ في فرانكفورت في ألمانيا. فنيافة الأنبا ديميان يتم تجليسه على المنطقة، منطقة هوكستر والكنائس القريبة منها. وفي هذه المنطقة دير لم يتم الاعتراف به حتى الآن، هو دير السيدة العذراء والقديس موريتيوس. الأب الأسقف الثالث نيافة الأنبا صليب، ترحب سنة 92 وصار أسقفا عاما منذ 4 سنوات في عام 2009، يخدم في ميد غمر ودقدوس وبلاد الشرقية في منطقة ديار بنجم. كانت الدقهلية كإبرشية يقودها المتنيح نيافة الأنبا في لبس، وعندما تنيح كان العمل قد امتد، فآثر قداسة البابا شنودة أن يجعلها إبرشيتين، المنصورة وما حولها وميد غمر وما حولها. فصارت المنصورة ولها أسقفها نيافة الأنبا داود، وصارت ميد غمر بأسقفها العام نيافة الأنبا صليب. ثم نجلس على هذه الإبرشية لكي ما يقودها. وفي هذه المناسبة نيافة الأنبا بيشوي كان يهتم ويرعى الإبرشية بعد نياحة مطرانها نيافة الأنبا في لبس، وساعد على استقرارها من خلال رسامة أنبا داود، والنهاردة رسامة أنبا صليب أو إقامة أنبا صليب أسقفاً لهذه الإبرشية. هؤلاء الثلاث أباء دول يجلسوا في إبرشيتهم لكي ما يصير لهم الكيان الكنسي الذي به يخدمون بالروح وبالحق. 3 آباء رهبان يقاموا أساقفة: القمص ميخائيل كان أولاً ميخائيل البراموسي في دير أنبا أنطونيوس،
دخل الدير وترحب سنة 1978، أكثر من 30 سنة أو 36 سنة، وصار اسمه القمص ميخائيل سانتا أنطونيوس باعتبار أنه يوجد دير، وهذا الدير دير عامر بالرهبان، وأيضا يحوي الكلية الإكليريكية الموجودة في ألمانيا. يصير أسقفا مجلسا على هذا الدير ومشرفا على الكنائس القريبة من الدير. القمص أولوجيوس الشنودي هو راهب من دير أنبا بشوي أصلا، ثم صار في دير القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في سوهاج. ترحب سنة 1987، 26 سنة، وهو راهب في هذا الدير، دير القديس أنبا شنودة، وإن كان قضى فترة في دير الأنبا بشوي فيما بعد، ولكن بتزكية معظم الآباء الرهبان في هذا الدير العامر اختاروه لكي ما يكون أسقفا، وهو من أبناء الدير. وكلمة أولوجيوس معناها بركة، فأولوجيوس زي الأولوجية كده، معنى لطيف ويصير بنفس الاسم. الإبرشية الثالثة في هولندا، أبونا أرسينيوس البراموسي، ترحب سنة 78، 1978، يعني من حوالي 36 سنة أو 35 سنة. يخدم، وكان هو البداية في هولندا، طبعا يجيد اللغة الهولندية بجوار الإنجليزية والقبطية، وهو طبيب. ومع الآباء الأحباء في هولندا امتدت الخدمة ونمت وستنمو أكثر وأكثر. يرسم لهذه الإبرشية باسم الأنبا أرساني. أما الآباء الأساقفة العموم في مناطقهم تبدأ خدمة، ونطلب من الله أن تكون خدمة مثمرة. وكما ذكرت أن فترة الأسقف العام يجب ألا تطول حتى ينطلق في الخدمة بعد أن يختبر ويأخذ قدراً كافياً من الخبرات. القمص بولا الأنبا بيشوي، وهو يخدم في اليونان، قمص بولا أيضا طبيب وخدم كثيرا في اليونان وفي مصر. يجيد اللغة اليونانية وله دراسات كثيرة في اليونانية، ومعروف هناك في خدمته. ويخدم معه أحد الأباء الكهنة أبونا مرقس، وأظن أمامهم عمل كبير في هذه البلاد الأرثوذكسية لكي ما ينمو عمل الله، وسوف يدعى باسم الأنبا بافلوس. أبونا لوقا البراموسي أحد الآباء الأحباء، يخدم مع آباء أحباء في فرنسا،
يخدم له سنوات كثيرة وطويلة. هو ترهب ودخل الدير من 84 سنة 84، يعني له ما يقرب حوالي 30 سنة أو 29 سنة. خدم في كينيا وفي بلجيكا وفرنسا وجنيف، وهذه خدمات يخدم هناك أباء كهنة ورهبان أحباء. يصير أسقفاً عاماً على كنائس جنوب فرنسا، وضم إليها كنيستنا في جنيف. بالمناسبة سويسرا بلد يوجد فيها أقباط، ولكن توجد فيها ثلاث لغات: جزء يتكلم بالإيطالية، وهذا الجزء يضم إلى إبرشية ميلانو في إيطاليا بقيادة نيافة الأنبا كيرولوس، وجزء ألماني في زيورخ وبعض البلاد، وهذا يضم إلى إبرشية النمسا بقيادة نيافة الأنبا جبرييل. أما الجزء الفرنسي فيوضع تحت رعاية الأسقف الجديد أبونا لوقا، سوف يحتفظ بنفس الاسم، وهو مش غريب عن المنطقة، ويخدم في المنطقة اثنين من الآباء الأحباء. وتحتاج هذه الخدمة إلى روح المحبة الكاملة وروح التكامل وروح أن الإنسان ينظر إلى مجد الله أولاً وأخيراً، ودي تعتبر مع الإبرشية الفرنسية كأول خدمة في خدمة أسقفة في فرنسا التي تحتاج إلى أساقفة أخر في باريس أو حوالين باريس. الله يبعث ويدبر هذا الأمر. أبونا أبانوب الأنطوني دخل الدير في دير أنبا أنطونيوس سنة 92، ومنذ ذلك الوقت وهو يقيم في مغارة قريبة من الدير، وقد وضع مجموعات من الكتب، وخدم قبل رهبنته في منطقة المقطم. فسيقام أسقفاً عاماً لتنظيم عمل خدمة المقطم بكنائسه ومؤسساته والآباء والشعب، ومسؤوليته الأولى أن ينظم هذا العمل ويكمل ويشبع كل الذين في هذه المنطقة، وهي تحتاج إلى عمل كبير. ولكن نشكر الله أن له خبرة سابقة سوف تفيده بلا شك. سوف يحتفظ باسمه أبانوب، نيافة الأنبا أبانوب. أبونا متاؤس البراموسي دخل الدير سنة 96، دير العذراء براموس، وهو مهندس مدني وله خدمة داخل الدير ومشهود له، وسوف يخدم معنا في القاهرة في منطقة شبرا. كنائس شبرا من باب التنظيم ستصير مجموعة كنائس شمالية شبرا الشمالية ومجموعة كنائس شبرا الجنوبية. فيصير أبونا متاؤس أسقفا للكنائس الجنوبية في شبرا، وقد اختار أن يكون اسمه نيافة الأنبا مكاري. أبونا أنطونيوس الشايب
طبعا الشايب لأن الدير على اسم القديس أنبا بخوميوس، بس حتى لا يختلط الاسم مع دير أنبا بخوميوس في أسوان، أبونا أنطونيوس الشايب دخل الدير 91 وبقي في الدير كل هذه الفترة أكثر من 22 سنة. هو طبيب من جامعة أسيوط وسوف يخدم معنا في الخدمة العامة هنا في القاهرة، وقد اختار أن يكون اسمه الأنبا يوساب. هؤلاء الآباء الأحباء يحتاجون كل الصلوات كما نحتاجها نحن أيضا، لكيما تسندنا نعمة المسيح في هذه الخدمة. وهذا العمل لا ينجح إلا بالحياة الروحية في صلواتنا وعلاقتنا القوية، وكما يعلمنا ربنا يسوع المسيح في الصلاة الوداعية: من أجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم مقدسين بالحق. هنبتدي أول خطوة وهي قراءة التعهد في الإيبرشيات، تعهد الإيبرشية.